بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن انظمه الانتركم او الانتركم سيستمز. طبعا النظام ده نظام مهم جدا، زي ما احنا عارفين نظام بسيط بيبقى موجود في معظم الفلل او في البيوت، بحيث تقدر انت تشوف مين اللي موجود على الباب. ممكن تفتح الباب، تمام؟ طبعا بيبقى فيه كالون كهربي عشان تقدر تفتح بيه. ممكن كمان تشوف تركب كاميرا وتركب النظام بحيث تقدر تشوف صورة الراجل اللي موجود على الباب قبل ما تفتح. وهنشوف شركات كتير، تمام، بتصنع أنظمة الانتركم مع بعض بالتفصيل. طيب، إيه هو نظام الانتركم أو أنظمة الانتركم؟ هو عبارة عن نظام اتصال صوت وصورة، تمام، أو نظام صوت بس. يبقى هو عبارة عن نظام بيتكلم صوت بس، تمام، اقدر اسمع صوت الراجل اللي موجود بره على الباب، او اقدر اسمع الصوت واشوف صورة الراجل اللي موجود بره على الباب قبل ما افتح او اتواصل معاه، تمام، داخليا من خلال الشقة بتاعتي او البيت، تمام، قبل ما افتح الباب. يبقى انظمة الانتركم هي انظمة اتصال صوت او صوت وصورة، ده حالة من الاثنين، يا اما رقم واحد صوت بس، يا اما رقم اثنين صوت وصورة، تمام. ده نظام بيبقى نظام قائم بذاته، بيتركب داخل المباني، معظمها بيركب داخل المباني والابراج السكنيه والفيلات. يبقى هو موجود في البيت عندك، تمام، انتركم، ممكن في الفيلا، ممكن في المباني السكنيه، الشقق بتاعت الابراج، تمام، دي كلها بتحتوي على انظمه الانتركم. ده نظام بيبقى بيشتغل بشكل مستقل عن انظمه التليفونات العامه، هو نظام مستقل عن شبكه التليفونات، وبيتم ربطه بأنظمة التحكم في الأبواب، الأكسس كنترول سيستم أو الأكسس دور سيستم، تمام. يبقى هو بالنظام بيتربط بأنظمة التحكم في الأبواب. طبعا دي نقدر نسميها تو واي كوميونيكيشن سيستم. تو واي كوميونيكيشن سيستم، أقدر أنا أتكلم أو أتواصل مع الراجل اللي موجود على الباب وهو يقدر يرد عليا أو يكلمني، فده بنسميه تو واي كوميونيكيشن سيستم. الهدف من أنظمة الانتركم معرفة من بخارج الباب، يعني من بخارج العقار، الشقة، البيت، تمام؟ ده بيتم عبر اتصال هاتفي من خلال الوحدة الرئيسية اللي بتبقى موجودة داخل البيت، تمام؟ أو السماعة زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وفي وحدة خارجية بتبقى راكبة عند الباب، تمام؟ ونبدأ نتواصل مع الراجل اللي موجود على الباب. يبقى في اتصال هاتفي، بيتم اتصال بينك وبين الراجل اللي موجود في خارج العقار، تمام؟ بعد ما انت تكمل الاتصال او تشوف الراجل اللي موجود ده، تقدر تفتح، تمام، الباب بتاع البيت او بتاع الفيلا او بتاع الشقه من خلال الضغط على زرار، تمام، يقدر يفتح لك الباب الكهربي. طبعا لازم الباب اللي انت بتتكلم عنه ده يبقى فيه كالون كهرباء، تمام. يبقى هو عباره عن باب فيه كالون كهرباء ووحده تحكم رئيسيه. انا بعمل اتصال بيني وبين الراجل، والله لو لقيت ان انا محتاج ان انا اتواصل مع الراجل ده، تمام، فبضغط على الزرار بتاع الوحده الداخليه وافتح الكالون او افتح الباب. طبعا زي ما اتكلمنا، نتكلم تاني اهو، ان في عندي نظام الانتركم في منه نوعين. في نظام الانتركم الصوتي، هنشوف دلوقتي نظام الانتركم الصوتي هنشوف له تفاصيل، وفي نظام الانتركم المرئي، تمام. يبقى في نظام الانتركم الصوتي ونظام الانتركم المرئي. طبعا اجهزه اتصال صوتي فقط دي تعتبر الاكثر انتشارا، يعني في معظم الناس بتركب جهاز انتركم صوتي، وده بيتم التواصل بينك وبين الراجل من خلال الصوت بس، وبتقدر تقول والله انا هفتح الباب او لا من خلال الكولينج او الاتصال اللي بيتم. هو عباره عن وحده خارجيه بنسميها اكسترنال يونت او بنسميها كولينج يونت، تمام. ودي بتبقى طبعا مصنوعه من الالومنيوم عشان تتحمل درجات الحراره العاليه. ليها طبعا اي بي معين، وليها اندكس بروتكشن اللي احنا بنسميه اي بي مثلا 65، تمام، اي بي 66، اي بي 67 وهكذا، تمام، اللي هو الاندكس بروتكشن، لان هي موجوده خارجيه فليها درجه حمايه عاليه. وفي الوحده الداخليه اللي احنا بنسميها الانترنال يونت او بيسموها الهاند سيت يونت، اللي هي اللي فيها السماعه، عبارة عن سماعة ويتم من خلالها التحدث مع الراجل اللي موجود في خارج البيت، تمام. والله لو خلاص اوكي، بدوس على او بضغط على الزرار
اللي انا عايز افتح بيه الباب للراجل ده. طبعا عشان ابدا اتكلم كهربيا كمهندسين كهرباء في الجزئيه دي، لازم يبقى في عندي محول كهرباء بيعمل عمليه تحويل للجهد من 220 فولت اللي هو 220 فولت اي سي، تمام، التيار المتردد بتاعنا العادي، ل 12 فولت، او في حاجات بتشتغل 24 فولت. طبعا ال 24 ال 12 فولت بيبقى 12 فولت دي سي، تمام، او 24 فولت دي سي. ودي التفاصيل هنبدا نشوفها في الشركات المصنعه لانظمه الانتركم الصوتي بالتفصيل. طبعا في شركات كتيره جدا، ادي شكل الوحده الخارجيه اللي بتبقى موجوده في الشارع، وادي الشكل بتاع دي، يبقى دي الوحده الخارجيه، تمام، اللي احنا قلنا ممكن تكون مصنوعه من الالومنيوم، ليها اندكس بروتكشن او اي بي بيبقى كبير، اندكس بروتكشن، تمام، الاي بي بتاعها عالي. ودي الوحده الداخليه، تمام، بيبقى فيها زرار هنا اقدر اعمل او افتح اللوك بتاع الباب. يبقى انا عندي الوحده الداخليه سماعه عاديه، تمام، وعليها زرار لعمليه فتح او غلق، تمام، الباب اللي انا عايز ابدا اتحكم فيه. وهنا طبعا ده بيوريني الكنترولر او اللي احنا قلنا عليه، هنا في جزء من المحول الكهربي اللي هو بيحول لي ل 12 فولت او 24 فولت دي سي، تمام. طبعا هنا ممكن في بعض الاوقات ادخل الكهرباء القديمه اللي هي 110 فولت، او ادخل ال 230 فولت. معظم الناس بتشتغل على ال 220 او ال 230 فولت، وبيبقى عندي اطراف الدي سي اللي انا باخدها على من المحول ده على الاجزاء بتاعه الانتركم بتاعي. طبعا من احد الشركات اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي الكوكوم، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين ده عباره عن انتركم مرئي، تمام، بيدي لك هو خصائص هذا الانتركم، بيبقى سلايم ديزاين، بيبقى في عندك ديجيتال كلر، وشاشه بيسموها تي اف تي ال سي دي، الشاشه ال سي دي اللي قدامنا دي، وبيبقى الجهاز نفسه، تمام، ايزي اند سمبل انستليشن، بسيط جدا في عمليات التركيب وعمليات الاستخدام. زي ما احنا شايفين كده نفس القصه، هنا كان عندي الجهاز ده اللي هو الانتركام الصوتي فقط، ده انتركام صوتي ومرئي اقدر اشتغل عليه، تمام. الشركه اسمها شركه كوكوم، تمام. طبعا بنبدا ناخد موديل معين ونبدا نشتغل على الموديل ده، في منه 2 و4 واير، دي الموديلات بتاعته الكي سي في والاي 372 والدي 372 والاي 374. هاندز فري ده عباره عن فيديو فون، بيبدا يديني التفاصيل بتاعت الجهاز نفسه، الاثنين واير ظروفه ايه والاربعه واير، تمام. الكونكشن اب تو تو دور كاميرا، ممكن اقدر اربطه بكاميرتين على الباب، بيديني السبيكس كامله. ادي عندك الموقع بتاعهم كوكوم، تمام، www.kukom.com. ده من احد الشركات اللي احنا بنشوف انظمه الانتركام عليها. ادي عندي اهو فور واير سيستم اللي هو الوايرنج دايجرام، بيدي لك الوايرنج دايجرام للموديل بتاع الكي سي في اي 374، بيديني الموديل بالتفصيل، بيديني ازاي اوصل على المونيتور، تمام. وهنا بيقول لي لا والله في نان بولاريتي، عشان انا هنا عندي اي سي بيدخل عندي، تمام، فمش تفرق عندي البولاريتي. بيديني، المهم كل شركه بتديني الكتالوجات التفصيليه او بتديني الوايرنج دايجرام الخاص بعمليات التوصيل. هنا طبعا الكاميرا كونكشن بيديني توصيله الكاميرا، وهنا في السب اوديو فون كونكشن، وده الجزء الخاص بالفون او الجزء اللي فيه السماعه او الهاندسيت، وده الدور لوك وايرنج دايجرام اون مونيتور، ده خاص بالدور لوك او القفل او الاغلاق الخاص بالباب. هنا برضو هنا كان بيديني يا شباب الفور واير سيستم وايرنج دايجرام، هنا في عندي التو واير، ده موديل تاني، تمام، ده موديل مختلف عن الاولاني، بيديني نفس القصه بتاعته، الكاميرا كونكشن، توصيلات الكاميرا اوصلها ازاي، والدور لوك وايرنج
دياجرام اون مونيتور شكله ازاي. طبعا هنا بيديني الجهاز نفسه، بيديني الدايمنشنز بتاعته، الطول والعرض والتخانه، تمام. الدور كاميرا كونكشن بيتم ازاي في حاله التو واير والفور واير. بيديني التكنيكال او السبيكس الخاصه بالموديلات بتاعته. ادي عندك الموديل اللي هو الدي 372 والاي 372، ده موديل تاني اللي هو بيتكلم فيه هنا. بيقول لي هنا الباور اهي 12 فولت دي سي، 12 فولت دي سي، تمام. يبقى ده بيشتغل على 12 فولت دي سي بلس وماينس 3 فولت، تمام. وهنا ده بيشتغل على اي سي، بيشتغل من 100 فولت اي سي لحد 240 فولت اي سي، يعني ده بيشتغل بتيار متردد مباشره اللي هو 220 فولت اي سي. بيشتغل طبعا على 50 هرتز او 60 هرتز، يعني ينفع يشتغل في مصر او في السعوديه، تمام. ده الباور كونسامشن او الاستهلاك بتاع الطاقه بتاعته. الباور هنا بيستهلك 9 من 10 وات، تمام. او الستاند باي بتاعه بيبقى 13 وات. هنا الستاند باي 8 من 10 وات، الماكسيمم بتاعه 13 وات. دي شكل ال سي دي، الشاشه الابعاد بتاعتها هي 7 كلر ديجيتال ال سي دي، تمام. بعد كده الماونت تايب تركب على السيرفس ماونت، هي بتتركب سطح، تمام، سيرفس ماونت او بيسموها التثبيت السطحي. الوايرنج في عندي الكاميرا في ليها تو واير، هتكتب لي هنا النو بولاريتي، يعني تتركب السلكتين بتوع الكاميرا. الاكستنشن مونيتور او الشاشه، تمام، اقدر اركبها برضو بتو وايرز. ده في الموديل الاولاني اللي هو دي 372. في الفي، تمام، او الكي سي في اي 372 و374، هنا في كاميرا هنا فيها 4 واير ويز بولاريتي، يبقى هنا لازم اخد بالي من القطبيه بتاعتي، تمام. وبعد كده الوايرنج سب اوديو فون في 6 واير مع بولاريتي، يبقى لازم اراجع بقى الاطراف السته بتوع البولاريتي بتاعت الاوديو فون. والاكستنشن مونيتور لو انا عايز اركب كاميرا او اركب عفوا شاشه، تمام، اكستنشن زياده بتاعتي او امتداد ليها 8 واير برضو ويز بولاريتي، لازم اخد بالي من القطبيه. الماكسيمم وايرنج ديستانس، المسافه بتاعت السلك ما تزيدش عن، تمام، كابلات تقريبا 1 متر بتبقى، تمام. وبيبقى عندك كات 5 او كات 5 اي، تمام. الجزء بتاعها ما يزيدش عفوا عن 150 متر، او في ناس بتقول 100 متر، طبعا ده ما دمت كات يبقى كابلات انترنت، تمام. يبقى ما حاول ما تزودش عن 100 متر الطول في استخدامك للتوصيلات بين الوحدات نفسها، تمام. الكوميونيكيشن ده عباره عن هاند فري تايب، ده الكوميونيكيشن سيستم، نظام مستقل. الامبيانت تمبريتشر ممكن تشتغل لحد 40 درجه. ده الدايمنشنز اللي هو الويدث العرض والهايت الارتفاع والديبس اللي هو العمق اللي هو ابعاد الوحده نفسها او جهاز الانتركام نفسه. طبعا شركه كيكوم شركه معروفه، تقدر تدخل على النت تحمل كل الكتالوجات بتاعتها. هنا طبعا بنتكلم عن شبكه انتركام صوتي، مثال لو انا عايز اوصل بقى كمهندس لثلاث شقق سكنيه، فانا بجيب اهو في عندي 220 فولت اي سي، ده المصدر بتاعنا 50 هرتز او 60 هرتز، بدخله على الترانسفورمر. يبقى انا هنا لو انا عايز ادخل على الترانسفورمر، هشوف الترانسفورمر ده مثلا 12 فولت او 24 فولت دي سي، هيحول لي طبعا هنا الترانسفورمر ده، تمام، هو بيحول ترانسفورمر معاه دايره تحويل للدي سي، يعني هو ترانسفورمر بيحول من اي سي الى اي سي، بس انا في الاخير باخد من الكنترولر ده او المتحكم ده في الاخير 12 او 24 فولت دي سي، تمام. طبعا بتشوف انت حسب الـ الشركه المصنعه عليك الباور نوعها ايه. في ناس برضو بتشتغل بجهود، تمام، بتكون تيار متردد اي سي، في ناس بتشتغل بالدي سي، تمام. فانت لازم تاخد بالك من شكل الباور، المهم ان انت بتحول هنا باور، او في ناس بتاخد بدون محول، تمام، وتدخل على الكنترولر او الاوت دور بانل اللوحه الخارجيه بتاعتك. ادي السلكتين اللي هم طالعين، دخل هنا الازرق ده والاحمر، بيبقى الكونكشنز واضح لمخطط انت تقدر تشتغل عليه. طبعا نفس هنا البانل دي دخل عليها الخارج بتاع المحول، هيدخل هنا على الدور لوك،
ده القفل اللي موصول بالباب، ليه طرفين مكتوب عليهم دور لوك توصلهم بيه، تمام. بعد كده في عندك الاطراف الخاصه بكل شقه في الوحده الداخليه او الهاند سيت. هو بيعمل ايه؟ ادي في عندي هنا اهو الكنترولر، ده الشقه الاولانيه فلات 1، تمام. بعد كده ياخد الشقه الثانيه فلات 2، الشقه الثالثه فلات 3. هو الكنترولر ده، تمام، او الانتركم الصوتي ده بيشتغل على ثلاث شقق، ليه ثلاث مخارج، ليه ثلاث عدد داخليين او ثلاثه هاند سيت داخليين، فالكنترولر بيتحكم فيه، تمام، ثلاث شقق. يبقى انا خلاص خدت السيجنال الرئيسيه اللي هتعمل لي اون اوف على الشقه دي. طبعا باخد هنا من الكنترولر نفسه طرف واحد واثنين، اهو واحد واثنين وثلاثه، دول التغذيه الرئيسيه اللي انا باخدها ادخل بيها على مين؟ ال البوكس، او ادخل بيها على الاطراف اللي بتتوصل بيها، تمام، الهاند سيت الداخليه او الخاصه بالشقه رقم واحد، شقه رقم اثنين، شقه رقم ثلاثه. يبقى انا هاخد الفلات ده او الجزء بتاع الكونكشن ده واصل لي ثلاث اطراف. ده بيبقى طبعا الاطراف دي اطراف تغذيه، تمام. ممكن يكون عندي الاطراف دي واحده 220، واحده صفر، واحده ارضي، واروح انا موصل الكونكشنز بتاعتي على الجزء ده، وبوصل الكابل بتاعي على الجزء ده. يبقى هنا في عندي الاوت دور بانلز عشان اقدر اغذي ثلاث شقق. طبعا هنا عباره عن سويتشز او مفاتيح بتعمل عمليه فصل وتشغيل لكل شقه. يعني انا مثلا دلوقتي الانتركام ده موجود بره في الشارع، هو واحد بس، تقدر ثلاث شقق تتحكم من خلاله تفتح الباب بتاع البيت، تمام، بدل ما انا اشتري كل شقه واحده اوت دور بانل، لا هي اوت دور بانل واحده وبتكفي ثلاث شقق عندي، تمام، كل واحد بيدخل من خلال السماعة بتاعته في البيت.